صاحبتي ليلي هتسافر على إيطاليا وتاكل كريستيني. يا قلبي انت جعبالك كريستيني، هلأ رح أعمل لك أطيب منه. حطيت خبز الباجيت عشان يتحمص، وهلأ رح أتبل اللحم. جبت تندرلون، رح أحط ملح البحر وبهارات خاصة لشوي اللحم وزيت زيتون، ورح أقليهم حسب درجة الاستوى اللي إحنا منحبها. إحنا منحبها ميديم دان، صح يا منى؟ ماما خبز في الفرن. يلا يلا طلعت. رح أفرك ثوم عليهم عشان يطلع كتير طيب. شم الريحة يا منى. وهاي جبنة بوراتا حطيتها فوقهم، وهلأ رح أقطع اللحم. هي هيك لازم تكون. وراح احطها فوق البوراتا، وهلا راح ارش عليها بابريكا. بتحبي البابريكا يا منى؟ ليه عم تضحكي؟ اوكي، راح اقطع عليها بصل اخضر وملح البحر رشه، وفيكم تزينوها بالورود اللي بتحبوها. ويلا ندوق يا منى، شو رايك؟ يومي كتير طيبه، لازم تجربي.